السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نبداو الدرس ديالنا اللي هو الرابع واللي سميتو تنظيم البيانات، ياك؟ دونك غادي نبداو. أولا يوضح الجدول ثمن تعبئة المكالمات الهاتفية. واحد السيد كيشارجي التليفون ديالو، هذا الجدول إلا بغى يشارجي ساعة واحدة كيخلص 10 دراهم، بغى جوج ديال الساعات 16 درهم، 3 16 درهم، صافي. إذا ألاحظ المبيان بالخطوط وأكمل. ها هو هذا المبيان، هذا بالخطوط. عندنا ملي تيبغي ساعة واحدة شحال تيخلص؟ 10 دراهم. ملي تيبغي جوج ساعات تيخلص 15 دقيقة. ملي غيبغي 3 ساعات شحال غادي يخلص؟ 16. فين جات 16؟ ها هي 3 ساعات. غنمشيو مع الخط هذا 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 ونتلاقاو مع 16 هنا. نعم. ملي يبغي 5 ساعات شحال خصو يخلص؟ 18. غنمشيو مع هاد الخط هذا ديال 15. 18 جات هنا. صافي. و بغات 8 ساعات شحال خصو يخلص؟ 22. انا هو 20. غنمشيو مع 20 20 20 21 22. هادي ديك 11 ساعات اخرى. صافي. و 10 ساعات 25. 10 ساعات 25 غادي. صافي. دابا هنا الاحظ المبيان بالخطوط، يعني كل نقطه امثل مبيان جدول بالمدرج. دابا بالخطوط يعني غنديروا لهم بحال هكا، غادي نلاقيو الخطوط. الخطوط التي ندير واحد الخط اللي هو رقيق شي شويه مثلا اسود، وغادي نربط بين هاد النقاط بحال هكا. هذا بالخطوط يعني كنربطو بين النقاط. صافي. و الا كان بالاعمده كي غنديروا ليه كنا درناه في الشرح ديال الدرس. اذا بالاعمده خاص يكون الاعمده دايرين بحال هكا. عمود غادي يكون عندنا العمود داير بحال هكا، هابط عمود بحال هكا. صافي. هذا كيتسمى عمود. صافي. بالاعمده انا غنعطيكم بالاعمده غادي نرسمو وحدو، هذا مخطط والاخر بالاعمده غادي نرسمو بحال هكا. اذا هذا هو المخطط بالاعمده. حنايا المخطط بالخطوط راه هو اللي كنا شفنا في الاول، وهذا مخطط بالاعمده. اذا السؤال ديالي شنو هو السؤال ديالي الثاني؟ ايهم اقل تكلفه، واش شراء تعبئه 8 ساعات او شراء تعبئه 3 ساعات وتعبئه 5 ساعات؟ اذا شكون هو اللي اقل ثمن؟ الا بغيت نعرف التعبئه ديال 3 ساعات والتعبئة 5 ساعات هي 16، غادي نزيدو عليها شحال؟ 18. شحال المجموع ديال هادو؟ إذا هنايا تعطينا شحال؟ 4، كيبقى واحد. 34 درهم إلا شريت التعبئة ديال 3 وديال 5. أما التعبئة ديال 8 دراهم شحال دايرة؟ 22. إذا شكون هي أقل تكلفة؟ التعبئة ديال 8 ساعات. مزيان. يلا غادي ندوزو دابا للسؤال رقم 2. إذا هنا يبين الجدول وسائل تنقل تلاميذ قسمين إلى مدرستهم. التلاميذ غيمشيو للمدارس قسم رقم ألف وقسم رقم باء. إذا غيتنقلوا للمدارس ديالهم. كاين اللي كيمشي بالدراجة، كاين اللي كيمشي بسيارات الأسرة، كاين اللي كيمشي سيرا على الأقدام تيمشي على جيلاتو، وكاين اللي كيمشي في ترونسبور سكولار في حافلة ديال المدرسة. صافي. هذا عدد ديال التلاميذ. عدد التلاميذ ديال قسم الف اللي كيمشيو على الدراجه شحال كاين؟ 3. ملي كنجيو هنا للدراجه عندنا جوج ديال الالوان. عندنا اللون الازرق اللي هو عدد التلاميذ لقسم الف، واللون البرتقالي اللي هو عدد قسم باء. عندنا 3 يعني طلعنا حتى ل3 وقفنا. صافي. وعندنا هنا جوج كيتمشاو بالدراجه. اذا خاصنا اولا اكملوا رسم اشرطه المدرج. اذا هاد الاشرطه غنكملوا بالسياره شحال عندنا من واحد شحال عندنا 15. صافي. نعم. باش غادي نرسمو غنديروا بحال هاد. نعم. يعني غنجيو لهنا عندنا 15 غادي نرسمو من بحال المستقيم حتى ل 15. نعم. بحال هكا. صافي طويل. ونديروا واحد اخر هكا. المهم نرسمو واحد بحال هكا، ماشي بهذه الطريقه باش كنرسمو تخربقوا. انا غادي نرسمو لكم قد. اذا المخطط حنا رسمنا المخطط كامل، قلنا بان السياره هو كل خط وشحال عندنا هنا؟ عندنا هنا 15 كيمشي بسياره ديال الاسره، و10
في قسم باء كيمشيو بالسياره ديال الاوتو. واضح؟ اذا نجاوبوا على الاسئله ديالنا. قال لك هنا امثل بالمبيان بالخطوط بيانات قسم الف. اذا حنا كملنا المدرج، غادي نديروا المدرج بالخطوط صافي. اذا نقلبوا على الخطوط. اذا هنايا عندنا الرسم مخطط ديال قسم الف اللي هو هذا. اذا قلنا باش نشرحوا ياك، باش نشرحوا نفهموا مزيان، قلنا هنايا عندنا في قسم الف عندنا ثلاثه اللي كيتمشاو بالدراجه. اذا ها هو ثلاثه كيتمشاو بالدراجه، وعندنا خمسه كيتمشاو، 15 واحد كيمشي بالسياره ديال الاسره. ها 15 واحد كيمشيو بالسياره ديال الاسره، وسيرا على الاقدام كيمشيو عندنا 8. اذا ها هو 8 كيمشيو سيرا على الاقدام، واللي كيمشيو بالحافله عندنا 7. اذا هنايا 7 كيتمشيو عندنا بالحافله. وقلنا باش يكون عندنا المخطط بالخطوط كنربطو ما بين هاد النقاط، تنرسمو واحد الخط باش كنربطو بين النقاط اللي عطاونا، وكيتسمى مخطط بالخطوط. والمخطط بالاعمده هو اللي شفنا في الفقره الاولى اللي ديال الحركه. مزيان. دابا هذا ديال القسم الف، غادي نشوفو القسم باء. وهذا هو المخطط ديالك ديال القسم باء. باء علاش عرفنا هاد باء؟ لان اللي كيتمشاو بالدراجه عندنا جوج ديال الاشخاص. اذا ها هي الدراجه عندنا جوج ديال الاشخاص، درنا النقطه ديالنا الاولى هنا. اللي كيتمشاو بالسياره ديال الاسره عندنا 10 ديال الاشخاص، ها هما هنا. واللي كيتمشاو سيرا على الاقدام عندنا 15 شخص، واللي كيتمشاو في الحافله ديال المدرسيه عندنا 6 ديال الاشخاص. وقلنا كنربطو بين هاد النقاط مستقيم، وهذا اللي تسمى بمخطط البيانات الف. اذا ما عدا التلاميذ القسمين الذين يستطيعون يستعملون الدراجه او السياره. الا بغينا نعرفوهم شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نمشيو عند تلاميذ القسم باء اللي كيستعملوا الدراجه، وغادي نحسبوهم شحال عدد التلاميذ ديالهم. يعني غنديروا 3 زائد 5 زائد 2 هي 5، او السياره، ما السياره ديال الاسره نديروا 15 زائد 10. اذا شحال العدد ديالهم؟ او هما قالوا لنا او. اذا في الاول او ماشي هو او. اذا كيتمشاو بالدراجه غادي نقولوا هما 3 زائد 2 كيعطينا 5. هادو كيتمشاو بالدراجه، وديال السياره غادي نقولوا 15 زائد 10 تساوي 25. هما اللي كيتمشاو بالسياره. مزيان. نعم. يلا قالوا لي السؤال. قراي قراي. يبين جدول عدد الواعي الاشجار في الضيعه. في واحد الضيعه، في واحد الضيعه عندنا انواع ديال الاشجار ممثله دائريا. قالوا لنا الاشجار اللي عندنا شكون؟ اشجار الزيتون، اشجار التفاح، ليمون، برتقال، برقوق. 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 اذا عدد ديال اشجار الزيتون شحال؟ 100. وعدد التفاح 20، وعدد الليمون 35، وديال البرقوق 45. لك يمين المبيان الدائري عدد كل نوع من الانواع، ولكن ما دايرينش شكون هما. ما عدد الاشجار الضيعه؟ باش نعرفوا عدد اشجار الضيعه شنو غنديروا؟ نديروا عمليه الجمع ديال من 100 زائد 20 زائد 35 زائد 5 و4. اذا 5 زائد 5 10، نضع صفر نحتفظ بواحد. واحد زائد 2 3، زائد 3 6، زائد 4 10، صفر نحتفظ بواحد. واحد زائد واحد 100. اذا عدد اشجار الضيعه هو 200 شجره. عندنا 200 شجره صافي. قال لنا اكمل. اللون الازرق يمثل اشجار ماذا؟ باش غادي نعرف، باش غادي نعرف هنايا اللون الازرق شكون هما؟ باش غادي نعرفو؟ 100. غادي نمشيو للطابلو وغادي نشوفو شكون هو العدد اللي عندنا كبير يمثل اشجار ماذا؟ الزيتون. نديرو الزيتون. علاش؟ حيت هو اكبر، وهنا غادي نكتبو الزيتون. جارة الزيتون. يلا
وهنا اللون الاحمر ماذا يمثل؟ شوفي شحال هو اصغر عدد، اصغر عدد شكون؟ 20. هو تفاح. التفاح هو شجر تفاح. تفاح كنا كنبغيو التفاح. التفاح حلو. ايوا الازرق شكون هو؟ الاخضر خب. هو البرقوق. لا الليمون. اش من الليمون؟ الليمون. حسن الليمون. حيت هاد الضيعه صغيره على هادي. لا الليمون لان 35 هو اصغر من 45. جيد حسن الليمون. وبقات لينا اخر حاجه اللي هو هي برقوق. البرقوق. البرقوق جيد مكتوبه حتى هنايا البرقوق. جيد يلا اقرأي. يبين مدراج. المدراج. المدراج عبارة بعض الحيوانات. بعض الحيوانات. هذا المدراج هذا تبين لنا العمر ديال بعض الحيوانات باش بالسنة. كاين الحيوانات اللي تيوصل العمر ديالها حتى 100 سنة. السنة. سبحان لا. لا. مثلا السلحفاة البرية تتوصل حتى 100 عام. الفيل الإفريقي تيوصل حتى ما دارو ليناش ولكن حنا خاصنا نعرفو. الجمال ما دارو ليناش باش غادي نعرفو. خاصنا نكونو نتعلمو. لا خاصنا نشوفو ما بين شحال ما بين 50 وما بين 0 شحال من تدريجة عندي. 1 2 3 4 5 يعني كل تدريجة بشحال؟ 5 ب10 سنوات. 10 20 30 40 50 60 70 80 100. إذا كل تدريجة بعشر سنوات. إذا أول سؤال كم يعيش الجمل؟ جمل. هنشوفوا أن الجمل شحال تعيش؟ 30 سنة. مثلا ما الحيوان الذي يعيش 100 سنة؟ شكون هو؟ سلحفاة برية. سلحفاة البرية. صافي زيد. ما الفرق بين عمر السلحفاة البرية وعمر الفيل الإفريقي؟ ملي تنقولوا الفرق، الفرق ما بين الفيل هو هذا، هو هذا اللي غادي نديرو حنا بأزرق، هذا هو الفرق. صافي يعني باش كنبغيو نحسبو كنديرو عمر الفيل أو لا عمر السلحفاة كنقصو منه عمر الفيل، يعني هذا الشيء اللي بيناتهم. إلا بغينا نحسبو شحال، شحال من تدريجة عندنا؟ 1 2 3. إذا عمره فرق شحال؟ 30 سنة. وإلا بغينا نلقاوها بالعملية شنو غادي نديرو؟ غنديرو 100 سنة ناقص الفيل شحال عنده قلنا؟ 70 سنة. إذا شحال كتعطينا؟ 0. هنا 10 ناقص 7 3 واحد ناقص واحد 0. إذا هي 30 سنة. صافي عرفتي منين جبناها؟ يلا قالوا لنا املئ الجدول. تالي. حيوان عمره 100 سنة شكون قلنا؟ سلحفاة برية. سلحفاة. سلحفاة. برية. برية زيد 70 سنة. فيل. فيل إفريقي. فيل. إفريقي. الإفريقي. الجمل شحال قلنا؟ 30 سنة. شكون عنده 10 سنوات؟ غسالو باسيلي. غزالي. غزال يا غزال. يلا سؤال رقم 5 اقرأ. في شتولي بيانات حول أنواع سياراتي في ورشة ميكانيكي. حسن عندنا هنايا أنواع ديال السيارات اللي كاينين في واحد المحل ديال الميكانيك. عندنا النوع الأول، النوع الثاني، نوع ثالث، نوع رابع. العدد ديال السيارات ديال كل نوع. اذا النوع الاول عندنا شحال من سياره؟ 15. والثاني 0. والثالث 10. والرابع 5. 5. اذا هنايا عطاونا الجدول او المبيان، فيه هنا عدد السيارات وفيه هنا عدد نوع السيارات. اذا نوع السيارات شنو نكتبوا هنايا؟ نديروا النوع الاول، نوع 2، نوع 3، نوع 4. وهنا العدد ديالهم. النوع الاول شحال عندنا؟ 15. يعني غيطلع حتى لهنا. صافي
والنوع الثاني شحال؟ صفر. النوع الثالث شحال؟ 10. يعني غادي يجي حتى لهنا. والنوع الرابع 5 غادي يجي حتى لهنا. صافي حتى لهنا. اذا هنايا حنا عرفنا النقاط شنو قالوا لينا، وتميم بالمدراج هذا الجدول. هذا الجدول خاصنا، هذا هو المدراج خاصنا نصابو. هذاك هذا الجدول خاصنا نديروه في هذا المدراج بحال اش خاص يكون. اذا اتمم المدراج، اذا غادي نصابوه باش بالاعمده. النوع الاول قلنا عندنا 15، يعني غنصابو العمود حتى توصل 15. النوع الثاني ما عندناش. النوع الثالث عندنا غير 10، يعني غنصابو العمود حتى 10. والثالث غنصابوه حتى 5. اذا هكا خاص نصابو مدرجين. اتى شخصا، اتى شخصان لاصلاح سيارتهما. هذا المبيان الدائري لمعطيات جديده. هذا هو معطيات جديده ديال السيارات. اذا ما النوع الذي يملكه هذان الشخصان؟ اذا هاد جوج ديال الاشخاص شكون هو النوع ديالو اللي تزادوا؟ حيت حنايا عندنا 4 ديال الانواع وتزادونا جوج ديال الاشخاص باش يصابوا السيارات ديالهم. اذا باش غادي نعرفوا حنايا، غادي نقارنوا المعطيات ديالنا بالمعطيات السابقه. عندنا هنايا 15 سياره كاينه هنا، هاي عندنا 5 سيارات ها هما، عندنا 10 سيارات ها هما، ولكن النوع الثاني كان عندنا صفر وزادوا فيه شخصان. اذا ما النوع الذي يملك الشخصان شكون هما؟ اي نوع من السيارات؟ النوع الثاني. النوع الثاني غنديرو النوع الثاني. النوع الثاني جيد. إذا سجل فلاح محصوله من القمح والذرة خلال 3 سنوات. هو هذا السنة 2016 2017 و2018. إذا هنايا قيد هذاك الشيء المحصول ديالو في هاد السنوات، القمح بالقنطار والذرة بالقنطار. هنايا مثل والدا سامي وفاطمة هذا. إذا فاطمة دارت هاد المبيان وسامي دار هاد المبيان. إذا السؤال ديالي، أنشئ جدول مناسبا لمدراج فاطمة وجدول مناسبا لمدراج سامي. إذا بغينا نديرو جدول، غنديرو جدول بحال هكا ديالو، صافي. وغادي نديرو سنة 2016 شحال ديال الذرة كان عند وشحال ديال القمح كان، بحال نفس الجدول، نفس هاد الجدول تا لخر ونديرو. وهنا أصححو الأخطاء من بين المدراج في مدراج سامي إذا وجد، دون إجراء حسابات ما نوع المنتوج الآخر، القمح أم الذرة. دابا هنايا بلا ما نديرو الحسابات، شكون اللي غادي يكون في نظرك أكثر، واش القمح ولا الذرة؟ باش نجاوبو على هاد السؤال، غادي نجيو هنايا، هنايا أنا القمح شحال عندنا هنا مقارنة، هذا مع هذا شكون اللي كبير؟ هذا. وهذا مع هذا شكون اللي كبير؟ هذا. وهذا مع هذا شكون اللي كبير؟ هذا. هادو كلهم كبارين. اذا هنايا بدون اجراء الحساب نوع المنتوج الاكبر قمح من الذره، غادي نقول شكون؟ قمح. هو القمح، صافي. قال لك شنو هما الاخطاء اللي نقدروا نديروا نواجهوهم؟ الاخطاء اللي غادي نواجهوهم عندنا مثلا هذا، عندنا قال لك في القمح هنايا قالت لينا القمح عندها 60، وهنايا القمح قال لينا عنده 60، نفس الدورة. الدورة هذه قالت لنا عندها 40، 1 2 3 4 5 40، يعني كل وحده كتمشي ب 4، صافي. هنا 44 48 52 56، كل وحده. اذا هنايا الدورة الخطا اللي عنده هو قالت عنده 58 فاصلة شي حاجه، ولكن الدورة راه حنا عندنا غير 38، صافي. ها انت هنايا عنده الدورة قالنا 50. غنجيبو بعدا نجيبو المعطيات ديالنا الجدول وديك الساعه نشوف. دابا حنا شنو قمنا؟ قمنا بالمدرج، درنا المدرج ديال فاطمه انطلاقا من المبيان. صوبنا الجدول ديالنا ياك. ها انت جينا قالت لك الدوره هو اللي بالاصفر والقمح هو اللي بالبنفسجي. السنوات عندنا 2016 2017 2018. هاهم قلنا السنوات 2016 2017 2018 ياكي. وقلنا هنا القمح بالقنطار والذرة بالقنطار، شحال كان عندها في 2016 ديال القمح؟ شحال؟ 60. هاهي كتبات 60، صافي. شحال كان عندها ديال الذرة؟
49 ها هي 49. 2017 كان عندها القمح 40 والذره كان عندها تقريبا 29. هذوك الميبيان اللي تنلقاو هنايا داكشي اللي تلقاو هنا هو اللي تنقيدوا ليها حتى سامي داكشي اللي لقاه هو على حسب الميبيان وعمرنا المعطيات ديالنا صافي. دابا هنايا في السؤال الاول انشئ جدول مناسب لمدرج فاطمه وجدول مناسب هما هادو الجداول، هذا الجدول ديال فاطمه وهذا الجدول ديال سامي. دابا الثاني اصحح الاخطاء في مدرج فاطمه وفي مدرج سامي اذا وجدت. منين غادي نصحوا الاخطاء؟ غادي نقارنوهم مع هذا المدرج ديال الفلاح. اذا الفلاح في سنه 2016 شنو قال لينا القمح شحال كان فيه؟ 50. ها والذره شحال؟ 14. منين جينا عند فاطمه شحال قالت لينا؟ 60. وشحال قال لينا ديال الذره؟ 49. وسامي شنو قال لينا؟ 60. ها 50. غنمشيو ل 2017 شحال قال لينا الفلاح؟ 46. اذا ها هو 46 هي صافي. هنايا 43 و 49 هنا 39. هنايا شحال قال لينا؟ دابا الاخطاء فين كاين الاخطاء؟ عند فاطمه. دابا غادي نشوفوا المعطيات ديالنا اللي عند الفلاح غادي نقارنوهم مع المعطيات. شكون اللي خاطئ؟ هذا خاطئ هنايا هذا خاطئ هنا وهنا كاين 50. اذا هما بجوجهم خاطئين، حنا خصنا نعوضوهم ب 50. غادي نجيو هنا ونصحوا لهم ونقولوا لهم عندهم غير 50 هنا وهنا عندهم 50. مزيان. وفي المدرج خاصنا نديرو القمح في 2016 غادي يردو 50، يعني خاص نحيدو هاد الطريف نمسحوه. القمح هنايا شنو قالو؟ القمح غادي نمسحو هاد الزرق، هذا غادي نمسحوه صافي، ما غاديش يبقى، خاصنا نديرو ليه البيض ياك؟ لا ما عليناش، هذا دابا نحيدوه ونصابو المدرج يكون مقاد صافي فوالا. وقالوا لينا هنايا الدورة كان عنده غير 14، هنا شحال عنده؟ 50. دونك غادي نقص الدوره وهنايا 49 حتى هي غادي تنقص، غادي نقصو في الاخر وغادي نصاوبو ميبيانات اللي هما صحيحين ونديرو هنايا. عندنا في 2017 46، هذا صحيح، هذا عنده صحيح، وهذا عنده خطأ، عنده خطأ. سيدي 46 وهنايا خاص يدير 38. غادي نجيو ل 2018 عنده 52 62، هنايا دير 60 وهنا 49، إذا بجوجهم خاطئين خصهم 62 وهنا 62 ها وهنايا 50، هما داروا غير 10، إذا هنا خاص 50 50 وهنا خاص 0 50 صافي. دابا خاصنا نصاوبو الميبيانات صحاحين، إذا هنايا الأخطاء اللي داروه إذا وجدت، إذا كاين أخطاء. حتى هنا كتسالى الحصة ديالنا، موعدنا مع درس جديد إن شاء الله. السلام عليكم.